البنات ومرحبا بكم معنا فيديو جديده معكم امامي مجوهرات فاتين مره اخرى اللي اليوم غادي نقترح لكم سلسله ديال الحضور اللي كتجي شي حاجه اللي رائعه وغزاله شي حاجه اللي الديزاين ديالها يا سلام ما فيها لا حجر لا والو كتجي رائعه وزوينه كيف كتشوفوا معايا البنات اللي غادي نحاولوا نشوفوها عن قرب باش تبان لكم مزيان كيف كتشوفوا معايا البنات لا شيبوندونتيف ديالنا كتجي على هذا الشكل غنحاول نقادها لكم باش تبان لكم مزيان كتجي غزاله وزوينه كيف كتشوفوا معايا البوندونتيف كيجي هكا على الشكل ديال لويزه اللي مخرم كامل ما كيجيو فيه لا حجرات لا والو شي حاجه اللي مخرمه وبلديه غنحاول نحطها لكم على يدي باش تبان لكم مزيان مع هاد الخريشيشات اللي كيجيو نازلين منها كتجي رائعه وانيقه شي حاجه اللي يا سلام زوينه وغزاله من لور البوندونتيف ديالنا كيجي على هاد الشكل كيجي شي حاجه اللي راقيه وانيقه واللبسه ديالها كتجي شي حاجه اللي يا سلام اللي غادي نحاول نلبسها ونقادها مزيان باش تبان لكم كيف كتشوفوا معايا البنات لا شيمبوندونتيف ديالنا كتجي على هاد الشكل ملبوسه شي حاجه اللي انيقه ورائعه الديزاين ديالها يا سلام تقدري تلبسيها مع شي تكشيطه ولا قفطان تجي غزاله وزوينه والطول ديالها كيجي على هاد الشكل كنتمنى البنات ان لا شيمبوندونتيف اللي اقترحت عليكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم لي زانفورماسيون ديالها كاملين كاينين في لا باغ دافورماسيون بصحه وراحه وما تنساوش مجوهرات فاشين ذهبي حتى لعندك قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو وما تنساوش ديروا جيم لا باج ديالنا سور فيسبوك و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو